يقول السائل أو السائلة تقول شيخ عند ختمنا للقرآن نقوم بإعداد حفلة بسيطة ونقرأ دعاء ختم القرآن ونجمع الأولاد والبنات من أقاربنا. لا بأس بذلك، هذا من التشجيع على حفظ القرآن ومن إظهار الفرح بحفظ القرآن، فالحفل لأجل حفظ القرآن هذا شيء طيب. وأيضا دعاء الختم كان الصحابة يعملون هذا، كان إذا أراد أحدهم أن يختم القرآن دعا رفقاءه وإخوانه وحضروا عنده ودعا وهم يؤمنون على ذلك ليحصل الجميع على الأجر. فهذا من العناية بالقرآن ومن تشجيع حفظة القرآن. نعم.